تحقيقات، أهم وأبرز المواضيع تستحق المتابعة. أهم وأبرز المواضيع للمتابعة كل نهار ثلاثة على الحياة أفاق. في الجزء الثاني هذا من الحلقة نحاولوا نفهموا استراتيجية التعامل مع التغيرات المناخية، مراجعة منوال التنمية الفلاحية، أيضا معضلة ديون الجمعيات المائية، وحسن التصرف في شبكات الهندسة الريفية لضمان استقرار تزود النونخرتيل بمياه الشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة كما قلنا وصلت يعني أرقام قياسية. هذا تحدي كبير قدام وزارة الفلاحة وقت نعرف أنه ديون الجمعيات المائية وصلت 4 مليارات. محمد إلهي رئيس دائرة المجامع المائية بولاية القيروان. حقيقة القيروان معناها ولاية تعرف بامتدادها الجغرافي للهام، 6700 أكثر من 6700 كيلومتر مربع، 13 معتمدية و114 نعيمدة. هنا يتوزعوا فيها 149 مجمع مائي للشرب، منها 139 أبار عميقة و10 يتزودوا من الصونات. نسبة التزود في القيروان في حدود 90.1، منهم 52% عن طريق المجامع المائية. باش تعرفوا أهمية المجامع، هي المدخل الأهم في المناطق الريفية. الحقيقة من أهم الاضطرابات تزود الماء الساحل للشراب في المناطق هذه يرجع بالأساس لتفاقم المديونين. ناهيك أنه في ولاية القيروان فاتت 3 مليون دينار للستاك والصونان، معناها وما يترتب منه من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، اللي الشيء اللي يأثر سلبا على 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 المنظومة المائية. تيك من الأمثلة المناطق اللي عانت من كثرة المديونية: قطار مسيوطة، عريبة في العلاء، جبل الريحان في الوسلاتية، ولا تخلف الله في حفوز. هذوما مجامع عانوا من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي نتيجة تفاقم المديوني. من أهم الإشكاليات الحقيقة الأخرى اللي هو عزوف المنتفعين على تسيير المجامع المائية، رفض الانخراط بالمجمع والترشح لعضوية الهيئة بسبب رفض العمل التطوعي وعدم وجود مناخ اجتماعي ملائم، مما أثر سلبا على كيفية تصرف المنظومات المائية. الحقيقة المشاكل الأخرى زاد أهمها الربط العشوائي والاعتداء على الشبكة المائية. ثم مجامع الحقيقة ما تعملش الموازنات السنوية لتحديد الكلفة الحقيقية للماء. التتبع المالي، عدم تتبع الهيئات المجامع التي أساءت التصرف، ساهمت في خلق مناخ غير ملائم معناها لمساعدة المجامع المائية على تخطي مشاكل. أظن المشاكل الكبار، الحلول معنا حتى حل إلا أن نطبق القانون، معنا حتى حل إلا أن نطبق القانون باش النجم ونخرج من هالمعضلة. ذي أنه كما تعرف المجامع المائية هيكل إدارية عندها معناها الاستقلالية في أخذ القرار، وعليه تطبيق القانون بكل جدية على المخالفين. زاد تفعيل اللجنة المحلية لمتابعة الهيكل المهنية اللي ترأسوها السادة المعتمديين ومشكورين على تفاعلهم باش نحو ونجابهوا ظاهرة الربط العشوائي. زاد فرض انتداب مديرين فنيين لتحسين التصرف في المنظومات المائية باش نبعد شوية على العمل التطوعي، وتجنب تعيين الهيئات الوقتية إذا نحبوا المنظومات المائية تكون عندها مردودية ممتازة. يلزم تطبيق معناها التشاركية في التصرف في المنظومات المائية، يلزم تكون الهيئات المتصرفة منتخبة وجاية من رغبة المنتفعين. حقيقة هذوما أهم الإشكاليات وأهم الحلول، وبارك الله فيك. صحيح تقريبا يعني عندي جيب تقريبي نقولوا احنا لب الموضوع اللي هو المواطن اليوم لازم يكون بكل صراحة باش ينجم معناتها يكون عنده معناتها نقولوا احنا يعني ان سيرفيس كونتيني معناتها اللي قاعد يزود بصفة مستمرة، لازم يكون هو معناتها هو يكون معناتها الجمعية. يعني أنا ما نقولش نستنى شكون واحد يقول لي لا، بالعكس انا نكون انا وراح مسؤول وانا نحافظ وناخذ كامل كميه الحشيبه باش نزيد نخلي جاري ولد عمي وخذنا في الاخر شيء المنطقه اللي فيه وكل امور ولد عم معناته باش يوصل الماء وكذا واحد، ونزاد ندفع المساهمه نتاعي لان شو ما ندفع المساهمه يروح المساهمه هناك، معناته باش نلقاو باش نخلصوا فاتوره الستيك، باش نلقاو نخلصوا العامل اللي معناته لاهي بالشبك وكذا، وهذاك كيفاش نجم نحافظوا على ديمومه المورد هذا معناته في انتظار ان شاء الله احنا معناته في مشروع المجله الجديده. طبعا احنا مش ندخل الموضوع هذايا خاطر فما تصور جديد قاعدين مش نشوف معناتها التخيل يجي في كيفيه تسيير المجامع هذه والمنظومات هذه، وفما توجه مازال مش يعني نقولوا احنا بصفه معناتها اوفيسيال
ان شاء الله في توجه انه ما مش تولي الدوله هي مش تكون مسؤوله على التوزيع هذا ان شاء الله. هذا بعد في اطار مجال الجيف زي ما حكينا معناتها طلعت ما توقفت حسن معناتها بتعقيد معناتها عمل تاع السنغال ان شاء الله. نأمل في القريب العاجل انه معناتها يوقع معناتها مصادقه المجلديه وتولي الدوله معناتها تبدا ترجع هي معناتها تتصرف في المنظومه هذه وان شاء الله معناتها تولي نحكي معناتها على سوناد معناتها الريرال وذاك علاش يولي معناتها تولي نفس السيرفيس موجود كما المدينه كما الريف وان شاء الله نقول راح نعمل وانا تتحسن وغيره تتصرف معناتها وتزويد المواطنين معناتها في الريف ان شاء الله. نقولوا قاعدين نتعرضوا له كل عام معناها مشكل نقص المياه وخاصه الماء في بارتو معناها. والله ضمن لجنه التخطيط الاستراتيجي نحن نشوفوا في سيسب ذريعات 2050 على مدى طويل معناها. يلزمنا حاجه عندنا ناب كبيره نتاع مياه مازالت مش مستغله اللي هي بسام نتاع سيسب العلم ناب سيسب العلم اللي هي موجوده في منطقه نائيه ما بيننا وبين منطقة العلم اللي فيها دي ولا راضي الدولية والمنطقة هذه مازالت مش مستغلة. علاش لا نخموا مع وزارة الفلاحة مع السلطات الجهوية مع الولاية باش نعملوا يعني جملة آبار ونزودوا بها تنجم تكفي سيسب كاملة معناها على مدى بعيد. أما كما تعرف المشاريع هذه يلزمها استثمارات كبيرة ويلزمها تخطيط ويلزمها مشروع مجلة المياه احنا تو ننتظروا صدوره. كان كانت معتمدية السبيخة استضافت مؤتمر المياه كانت تذكروا في جوكروا في 2016 في نسخته الأولى مازلنا ما شفنا حد شيء. فما تعاون من الجيزاد اللي هي جمعية التعاون الألماني في مشاريع معناها اقتصاد الماء ويعني مشاريع صغيرة فهمتني. في انتظار أنه السلطة الجهوية والوطنية على مستوى وطني وزارة الفلاحة تعمل استراتيجية يعني واضحه في شح المياه في مشكله شح المياه اللي احنا قادمين عليها بالحق. يعني كل عام يفوت خير من خو كل عام تتفاقم مشكله المياه. الحقيقه التغيرات المناخيه عامله ضغط كبير على مواردنا المائيه وكتشوف معناها احنا في القروان نفوتوا 10 مليون متر مكعب في السنه وعمال الضغط يزيد على المنظومه على مواردنا الطبيعيه. المندوبيه قائمه بمجهود كبير في تهذيب الشبكات المائيه وتنظيم الربط الخاص لانه ما عندنا حتى حل الا انه المجامع المائيه تتحمل مسؤولياتها تجاه منخرطيها وتجاه المنظومات المائيه هذه باش نجموا نجابهوا ونجموا نتصدوا معناها لهالضغط الكبير اللي تعرفه موارد المائية. حسين الرحيلي متخصص في التنمية وتصرف الموارد. شكرا على الدعوة. حول موضوع التدخل المتعلق بارتفاع الطلب على الماء الصالح للشرب أو الماء بشكل عام والوضعية نتاع الماء في تونس خلال الفترة هذه، لا أتخيل أنه نحن متفاجئين. على كل حال الناس كلها تعرف أنه منذ 95 نحن دخلنا فعلا مرحلة الشح المائي أو ما يسمى بالضغط المائي اللي تحول اليوم إلى شح مائي. نحن من 24 دولة في العالم اللي دخلنا مرحلة الضغط المائي بشكل كبير برشا، نظرا لأنه تونس موقعها الجغرافي هو في شبه جاف، يعني أنه مشنا مكان ممطر بطريقة كبيرة. تاريخيا التونسي كانت عنده علاقة طيبة في الاستهلاك الرشيد والتصرف المحكم في الماء من خلال مجموعة من التقاليد والعادات والبنى التحتية اللي نرجعوا للقديم نلقوا الفسقية ونلقوا الماجل ونلقوا. لكن الظاهر اليوم منذ 1975 صدور مجلة المياه بان بالكاشف أنه العقلية مشت إلى الطلب، معنى الماء موجود واحنا تنعطوه لكم وما بيناش ثقافة الماء، معناش ثقافة شعبية للماء، ما نتصرفوش بشكل جيد في الماء. مع انه من 95 دخلنا مرحلة خطيرة هي مرحلة التحولات المناخية اللي نحن جينا في المرحلة او في الماك او في المنطقة اللي فيها الجفاف فيها تقلص للتساقطات ونشوفوا انه الشمال الغربي بدا يتحول الى مناطق شبه مناطق الوسط، اي تقلصت بشكل كبير التساقطات، الشيء اللي خلى سدودنا في اللحظه هذه ما تفوتش 43% من طاقه استيعابها، ونحن اكثر من 60% من الشعب التونسي يشرب من مياه السدود. هذاك علاش اليوم هل انه نحن في تونس رغم معرفتنا الدقيقه بانه دخلنا مرحلة حرجة على مستوى موردنا المائية، رغم أنه نحن عندنا شح على مستوى التساقطات،
ولكن رغم ذلك ما غيرناش الاستراتيجية القديمة والتقنيات القديمة، وابقينا أوفياء لسياسات الخمسينات والستينات اللي ورثناها على المستعمر في تعبئة الموارد المائية، في نقلها وفي التصرف فيها. نحن اليوم في تونس نقلوا ماء معناها أسيال وفير كانال مجر دا كابون على 140 كيلومتر، معناها حلاقم وقناة عريانة، نسبة تبخر كبيرة تفوت 30% باش نسقوا بها البرتقان، وهذا دليل واضح على أنه حتى سياساتنا مائية تجاه الفلاحة اليوم، هل أنه ما زلنا باش نواصلوا نقلوا الماء باش نغرسوا البرتقان، والبرتقان هذا اللي باش نصدروه ريال مو كل كعبة برتقان تتطلب 8 إطرات، هل من الأجدر باش 8 إطرات نخصوهم إلى مسائل أهم، معناها تحقنا الغذاء وتحقنا الخضرة الرخيصة وتحقنا الماء الصالح للشراب، وإلا نواصلوا في نفس سياسات عرجاء خاطئة كانت محكومة بنزعات جهوية وبسياسات موجهة للتصدير أكثر منها موجهة إلى تحقيق الكفايات. هذاك علاش اليوم إشكالية الماء في تونس راهي تطرح لنا إشكاليات مرتبطة بالسيادة الغذائية وبأمننا الغذائي بشكل عام. مجلة المياه الجديدة اللي تعرضت على مجلس النواب ما عملتش، ما قدمتش حاجة كبيرة، الهدف الأساسي نتاعها هو خصخصة الملك العمومي للمياه، مزيد إغراق القطاع العمومي معناها بهياكل وبترسانة من البيروقراطية، الشيء اللي خلينا اليوم نقوله أن اللي عرضوا مجلة المياه جديدة طبعا بنفس العقلية مش باش تحل مشكلة المياه في تونس، ولكن باش تحول الماء إلى سلعة، كما تحول التعليم إلى سلعة، كما تحول النقل إلى سلعة، كما تحول الصحة إلى سلعة. يحبوا الماء، ما تبقى من هذا الشعب يقعد جيعان، يقعد عطشان ويقعد جيعان، لأنه نحن اليوم في تونس مطمور روما 2021 نورد قرابة 70% من احتياجاتنا من الحبوب، أي أن اليوم نحن عاجزين على أنه باش نوفره حتى معناه 50%، رغم هدر مياه كبير، عندنا هدر مياه بأكثر من 400 مليون متر كوب في الفلاحة، عندنا هدر بأكثر من 70 مليون متر كوب معناه في القنوات معناه نتاع الصناد، إذا عندنا هدر كبير. كذلك اليوم يجب نفهم حاجة، راهو نحن في المواسم العادية جينا مطر 36 مليار متر كوب، هذه ما نعبوا منها كان 2 مليارات فقط، أي عندنا كمية كبيرة من المياه إما تتبخر وإلا تمشي للبحار والسباخ وما نستفيدوش منها، وهذا يلزم إعادة نظر في السياسة المائية بشكل عام في إطار تحويل الماء إلى قضية رأي عام، ونشرك الناس الكل معناها من مختصين ومن أساتذة ومن معنيين بالأمر ومن بلديات ومن مجتمع مدني ومن المواطنين، لأن الماء شأن يهم كل الناس، وبقى في تونس بقت في تونس عقلية الماء تابع للفلاحة، ونحن الوحيدين اللي ما عندناش وزارة للمياه، لأن الفلاحة هي المستهلك الأكثر للماء وهي المتصرفة في الماء، هذاك علاش سياساتنا تبقى عرجاء، وهذاك علاش عملية أنه في مجلة المياه الجديدة 83 قرار يستفرد به مزير الفلاحة في الماء، دليل واضح على أنه ما زلنا بعقلية المركز وعقلية سيطرة المركز على قضية أساسية ما يمكنش حلها إلا في إطار شراكة بين كل المدعوين بين كل المدخلين في مجال الماء. وذاك علاش اليوم السنة اللي يعتبر على مستوى الكرة الأرضية من أسخن الصيف اللي جاء، درجات الحرارة فاتت 50.3 في القيروان، الريكور على مستوى البحر المتوسط، الحرائق تشتعل في إيطاليا واليونان وإسبانيا والعديد من المناطق والمغرب والجزائر تركيا. اليوم ندخلوا مرحلة جديدة من التحولات المناخية، إذا كان في تونس ما نقروش من اليوم ما نقروش أنه العامين الثلاثة الجايين باش يكونوا صعب برشا، إذا كان ما غيرناش السياسات المائية راهو نجم نحولوا الماء ما عادش في الصيف فقط، يولينا على امتداد العام الماء مش موجود في ديار. تونس للأسف تعيش تحت خط الفقر المائي، وهذا تفاقم التغيرات المناخية اللي تأثرت بها بلادنا وعمقت أزمة الجفاف ونقص الأمطار، والمطلوب هو مراجعة السياسة المائية في تونس من خلال مجلة المياه الجديدة والتخطيط الأفق 2050. تبقى معضلة الجمعيات المائية والربط العشوائي في تفاصيل إدارية تستوجب معالجتها وإعادة حوكمتها، وكيف ما قال الخبير في التنمية سيد حسين الرحيلي، ضرورة مراجعة السياسة الفلاحية والتخطيط للأمن المائي في المستقبل.
ويبقى ترشيد استهلاك الماء والمحافظة عليه من أساسيات الحياة. شكرا لكم مستمعي الحياة فهم، نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة ثلاثة الجاية. شكرا فريق الأعداد أمنة بوخيت ونوف الشرطاني في الإخراج التقني، محمد ضياء فجرية في الديجيتال. شكرا لضيوفنا المدخلين، كان معكم نجح الزغدودي. إلى اللقاء، ما ننساوش الماء هو الحياة ولازمنا نحافظوا عليه. تحقيقات، أهم وأبرز المواضيع تستحق المتابعة. أهم وأبرز المواضيع للمتابعة كل نهار ثلاثة على الحياة فهم.